وحدها المنافس متاعنا امبورت بو بالنسبه لنا احنا، عمرنا ما نعلقوا معناها نحضروا تحذير خاص المنافس مهما تكون معناها اسم المنافس. الترجي هي معناها اقوى فريق حاليا، يلزم المنافس هو اللي يحاول يتاقلم مع الترجي الرياضي التونسي. لعبنا جبنا فيكتوار معناها مهمه جدا، كاتريان فيكتوار كونسيكوتيف بالنسبه لنا احنا. الترجي الرياضي التونسي اظهر انه معناها لما يتضرب بالكاو كيما لغه البوكس ما يتيحش، يقعد واقف على ساقيه. وكم شفتوا معناها كان جات كيب اخرى في مكان نحن ما كانتش معناها تعمل سلسله النتائج الايجابيه هذه. الماتش بليزون، ماتش فيه برشا انشينمون، فما فوليوم دو جو محترم من الاسبي من سي ابي. الاسبيرونس كي تشوفها كيفاش قتلت الماتش تقول لي شكون كي دوميني. حقيقه سي ابي كي دوميني، خلقنا اكثر من فرصه ما جسمناش، لا كونكريتيزاسيون هي اللي نقصتنا. اللي عمل الفارق معروفه الاسبيرونس كي ما تلقاش لي روبير نتاعها، لي بالاريتي هذه كنا قارين الحساب، رينا شفنا في الفيزيوناج، كلمنا عن اللاعبيه نتاعنا، لكن فما حقيقه هي المورفولوجي نتاعنا ومتاع السي بي ماهيش باريك. اليوم راك تشوف جاونا برشا فرص، كنا نجموا نجسموا واحده ولا اثنين، يعني كنا نجموا نوفيو الماتش مقابل التعادل ولا نوفيو الماتش رابحين. على غالب يعني كما نادي الرياضي بنزرتي يعني في الطريق الصحيح. نادي الرياضي بنزرتي جمعيه كبيره ومش على ماتش نيل ولا على ماتش خساره باش تدخلوا يعني في تدخل فينا الدوت ولا نقولوا لا كريز ولا لا بالعكس يعني الناس كل سوليدير مع بعضها، الناس كل مع بعضها، الناس كل تلعب مقابلات في الربح مع بعضنا وفي الخساره مع بعضنا. دونك كان نسجل هدف ولا اثنين رانا توا الحكايات الكل تبدلت ورانا توا نحكيو في مواضيع اخرى. الكره حبتش اليوم على غالب، هما معنا من كوزيان واحده ماركيو سو بلاريتي، واحنا كيف معنا جونا برشا بلاريتي وهذيك الكره كاو الماتش تضم يتلعب على جزئيه صغار، احنا ضيعنا وهما معنا على كره واحده ماركيو خذيت 3 بوان كاو. بنزرت في بنزرت ماتش صعيب مع الباركور اللي عملوه عمناول، دونك سيتي با فاسيل باش ننتصروا. بون اليوم نتصور كنا خير معناتها في الانجاجمون في ربحنا لي دويل نتاعنا، ماركينا بونتو وعرفنا كيفاش نستحفظوا عليه. وجه باش رايك سمعنا انه في الليسته نتاع الجولات باش يغادر. انا موجود في الاسبيرونس، مازلت في الاسبيرونس. ولادنا ذوك معرقوا في التيران وجابوا تراح وتعبوا سنين، هما نجحوا في حالات والجماهير هزتهم على العناق، وفما حالات الجماهير تغش كيما تغش على الناس الكل. ولاد الترجي مع عائله احنا ما نصرفوش هكاك. ماتش اليوم تروب مهمين برشا للاسبيرونس باش نقعدوا في الترتيب نحن الاولين. اون بليس طرت لي بنزرت جوارات هابطوا موتيفي ما يلزمهمش يخسروا كونتر اسبيرونس، دونك نحن عرفنا كيفاش نربحوا ماتشونا اليوم. Bravo pour le début de saison. Merci à vous du même hein, pour le parcours Merci. Avec le tarage. Bravo. سي نبيل، يظهر لي بعد ما شاهدت الصور خاصة بعد الحركة اللي صارت عليها برشا كلام، ساعة خلي لك المجال مفتوح باش تعبر شنو تحب تقول لنا ساعة بعد الحركة هذه. والله يا هيثم ما عندي ما نعبر، الصور واضحة معناها أكثر من تعبيري أنا، الصور واضحة هي اللي تعبر وحدها معناها على شيء بون مالوزمون ديزون مال انتربريتي جيست نتاعي أنا اللي جاية الفوق معناها ظاهرة واضحة وجلية. جو نبونس با أنا ما عملتش هذا وأنا لاعب باش نعمله تو وأنا عمري 50 سنة. هذا اللي يليق بي أنا، يليق بالترجي الرياضي التونسي قبل كل شيء. إذا كان باش نعمل حاجة خايبة راه ما تمسنيش أنا. مس علاقته الترجي الرياضي التونسي خاطر انا تربيت وترعرعت معناها في دار كبيره. دونك ماك شفتوا انتم، شفتوا الصور الواضحه كانت عندكم انتم، الصور الواضحه كانت في قنوات اخرى، والصور موجوده كما قالوا هما معناها الصور. مالوريزمون حبوا يغطيوا ما نعرفش انا، حبوا يحطوا الشماعه هذه باش يغطيوا الشيء اللي كل قبل المباراه هذه، وخاصه الماء والدبابج اللي تثبت قبل المباراه وذاك الكل. انا نقول معناها الدبابج يصير في كل مباراه ما يطال حجر، معناها ما نوصلوش نمسوا بصحه اللاعبين ونحاولوا نضروا بصحه اللاعبين، خاطر كيما تضرب اليوم فوري لازم يتضرب واحد اخر غدا، معناها من سيابي من الاكوان من الكلوب من السياسات من اي جماعه اخرى من التونيزيان. اكثر حاجه نحاول نحافظ عليها هي صحه اللاعبين. باهي سي نبيل، لهنا النجم معناتها نجم نتفاهموا في صحه اللاعبين وفي الظروف، الظروف عاديه في كل المباريات هكاك، لكن سي نبيل ما نعرفش لهنا نجم نلوموك على الحركه وقت اللي خارج. سي نبيل نعملوا على دماثة الاخلاق نتاعك ونعملوا على الروح الرياضيه نتاعك الكبيره،
ما تصورش كان كنت في الوقت ذاك اخفيت معناتها الفرحه نتاعك ولا الانتصار نتاعك اللي كان ضد جماهير النجم وجماهير خاسره، بالطبيعي باش تكون رده الفعل نتاعها كيف هكاك. والله عادي جدا، انا كيما نعبر في كل المباريات عبرت في المباراه هذه، معناها علاش سبيسيال في المباراه هذه ما نجمش نعبر على فرحتي. كل مباراه معناها لما نعبر على فرحتي معناها الترجي الرياضي التونسي نعرفوا انه تكببنا معناها بنكبه كبيره في الشامبيونز ليج، نعرفوا انه نتائج المباريات هذه مهمه جدا بالنسبه لنا مونتالمون سورتو بور لي جوار. انا عادي جدا اذا كان لقطه هذيك باش نولي معناها كرم لي زونتونير في اوروبا الكل يولي يتعاقبوا كل جمعه، خاطر اللقطه هذه راهو فيها معناها كل اسبوع عاديه جدا معناها في كل ملاعب نشاهدوا فيها. نحبوا نعملوا من الحبه قبه ولا غالب من الرزمون سي كوم سا. لكن سي نبيل كي تشوف من بعد رده الفعل نتاع الشارع في بنزرت والناس خاصه اللي تعرف الاخلاق نتاع نبيل معلول، معناتها شنو تنجم تقول لهم اللي الناس اللي فهمت مثلا؟ شوف رده الفعل مش شاده بوشه وراي توا مثلا كيما الجزيري، انا وقت اللي هبطت القاسم خيط اللوطه معناها يحكي على لقطه ما راهاش ما شافهاش، وما بنش الناس تحكي على شيء ما شافوش، الصحفيين يحكوا على لقطه ما راهاش ويأكدوا في حاجه ما راهاش، ان شاء الله توا معناها كي رواه يعرفوا انه معناها الانتربريتاسيون تاع اللقطه نتاعي كانت غلطه من بعض الناس. باهي سي نبيل، ما تراش اللي فما ناس على الاقل الناس اللي يحبوك في بنزرت نجم تعتذر لهم سي نبيل ميم كو انت ما كنتش قاصد باش تعمل حتى حاجه مثلا؟ والله لازم انا مانيش قاصد ما قصدت حتى شيء معناها بصراحه نقول لك، والمولى يعلم اني انا قصدت ولا ما قصدتش كما قلت لك، معناها ما تنجمش تصير حركات من عندي انا من عندي انا سعيد برشا برشا، وكما قلت لك معناها اللي ينتمي لدار كبيره كما الترجي الرياضي التونسي ما تزورش منه حاجات معناها منافره للاخلاق. باهي بالنسبه للترجي برشا انتدابات خاصه في فتره الماركاتو، نسمي لك وتقول لي ايه ولا لا وتعطيني الاسامي جديده. لا مش سميه انت. عمر جمال قريب من الترجي ولا مازال؟ لا. شادي الهمامي؟ لا. يوسف المويهبي؟ سامحني بالنسبه لشادي الهمامي، شادي الهمامي قاعد يعمل في مستوى كروي ممتاز وخارق للعاده، حسب لي زيكو اللي عندي انا من الكويت، عندي ناس معناها نكلمها وتكلمني من الكويت فرحانين برشا، ما عندوش علاش يخلي الفريق نتاعو لانه معناها هو احسن لاعب حاليا في فريقه. باهي يوسف المويهبي؟ لا. تيجاني بالعيد؟ لا. احمد العكاشي؟ فما. باهي قداش النسبة نتاع أحمد العكايش؟ لا الأمور هذه تسأل عليها سي حمد المد مش رياض بن. باهي خالد القربي يسمعنا اللي فسخ العقد نتاعه ينجم يكون يرجع للترجي ولا؟ لا. ويانيك جانك نعرفوا اللي كانوا يوفى العقد في ديسمبر باش يتحول إلى سويسرا، يظهر لي هو اللاعب يحب يجدد مع الترجي، يحب يواصل مع الترجي. والله يا ريت نلقاو معناها انتران دونتونت مع يانيك ومع يوسف، لكن مالوريزمون انا جو بونس كو الاثنين وماشيين وهذاك علاش قاعدين نشوفوا معناها انه يانيك مش موجود معناها في التشكيله الاساسيه نتاع الترجي التونسي في المباراتين الاخيرتين، لان قاعدين نخموا في ما بعد يانيك نيانغ وما بعد يوسف المساكني، لكن جو بونس كو في المباريات القادمه باش نشاهدوهم ان شاء الله. باهي سي نبيل، فما ميساج اخر جاء على الفيسبوك ديجا معناتها باش قبل ما نودعك، فما شكون معناتها الناس يحبوا سي نبيل معلول قالك حتى تمنينا كانوا سي نبيل معلول حتى معناها كان هو ما قصدش، للناس اللي فهمته بالغلط في بنزرت كانوا ما فيها كان باس سي نبيل يقول لهم راني ما قصدتش معناها وهذيك هي كرة قدم. انا قلت من البارح يا هيثم، قلت من البارح معناها قلت من البارح راني انا ما قصدتش نسيء للناس، خاطر مش من عوادي انا باش نسيء للناس ولا نمس احاسيس الناس ولا مشاعر الناس، خاطر انا الوليدات هذوكم اللي موجودين في الببليك نتاع الشبابيه قدامي انا كنت كيفهم موجود اصغر منهم في الببليك نتاع الاسبيرانس، وكان حد معناها يحاول يمس لي مشاعري جوست ما قصدتش نمس مشاعر حتى حد. باهي شكرا. باهي شكرا ليك سي نبيل، بالتوفيق حد سعيد ليك وللترجي هذا التونسي. مسيو روبرتينو مانون فا اونتامي لو ماتش دو سي اس اس ستاد